يقول السائل: هروبا من النار اعتنقت الديانة الإسلامية بعدما كنت نصرانيا. نعم يقول: هروبا من النار نعم اعتنقت الديانة الإسلامية بعدما كنت نصرانيا، ثم علمت أن الأمة تتشعب إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. أريد منكم أن تعرفوني هذه الفئة الناجية. هذه هي التي على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هم أهل السنة والجماعة. الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة الذين ثبتوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكن مع هذه الفرقة، مع هذه الفرقة الناجية. نعم.